السلام عليكم اعزائي المتابعين واهلا بكم في هيروز اوف لاج، معكم اساد البلوشي واليوم سنعطيكم مراجعه للعبه ذا ليجند اوف زيلدا لينكس اويكنينج نسخه الريميك التي صدرت على نينتندو سويتش. قبل البدايه لا تنسوا دعمنا من خلال نشر هذا المقطع والضغط على زر اللايك. دعونا نبدا. هذه نسخه الريميك التي لم اتوقع اراها من نينتندو، لا أعرف لماذا رغم أنهم يعيدون إلينا واحدة من أفضل الألعاب وتعتبر أول نسخة زلدا لأجهزة نينتندو المحمولة. كنت أتوقع أنهم سيقوم بعمل نسخة ريميك مشابهة للعبة زلدا A Link Between the World التي صدرت على 3DS، وهي بالأساس نسخة الجزء الأول من السلسلة التي صدرت على جهاز الNES في 1991 للعبة A Link to the Past، وربط الجزئين مع بعض من خلال وضع تكملة لها وإضافة طرق لعب جديدة وقدرات أيضا جديدة ومراحل مختلفة. ولكن هناك شيء لم أتوقعه في هذا الريميك بالتحديد، سأحكيه فيما بعد. قصة اللعبة بدون حرق لتفاصيلها، تبدأ اللعبة بطلها لينك وهو يبحر على متن قارب في البحر ويحاول النجاة من عاصفة. لم يعد القارب قادرا على التحمل حتى يتحطم وتجرف المياه إلى شاطئ الجزيرة كانت قريبة، لتجده فتاة وتعيده إلى منزلها لرعايته. ويستيقظ لينك ليجد نفسه على جزيرة مليئة بالألغاز والمغامرة لا مثيل لها. أنا جربت نسخة الجيم بوي القديمة منذ 26 سنة وتعجبت في المرة الأولى التي رأيت فيها لينك يستطيع أن يقفز، وأيضا تواجد شخصيات معروفة من ألعاب نينتندو الأخرى والتي تعتبر بعض أيقونات نينتندو. هنا يكمن سر صغير عن سبب تواجد هذه الشخصيات من عوالم نينتندو وايضا من عالم ماريو، وبالتحديد سنرجع قليلا الى الوراء لاعطيكم القصة الاصلية ما وراء هذه الشخصيات وكيف تواجدت في هذا الجزء بالتحديد. بعد إصدار A Link to the Past والنجاح الكبير التي حققته هنا، طرح المخرج الألعاب الشهير تاكاشي تازوكا الذي انضم إلى طاقم نينتندو في 1984 فكرة سلاح جديد للبطل لينك في اللعبة، وهي دمج بين القنبلة والسهم، ومن خلال هذه الفكرة يمكن دمج الموارد الموجودة في اللعبة ليحصل اللاعب على قدرات أقوى أو أسلحة أقوى تفيده في القتال. ولكن تم رفض الفكرة من شيغايو مياموتو وحتى بعد اصدار نسخة A Link to the Past. تاكاشي لم يفقد العزيمة في ادخال افكار جديدة للعبة، وبالصدفة شاهد المبرمج كازو اكي موريتا، وبعد ساعات العمل المعتادة يقوم بلعب بقطع برمجية خاصة لجهاز الجيم بوي، وهو اول جهاز محمول وغير ملون من نينتندو، وكان موريتا يحاول ان يتعرف ما يمكن تصميمه على هذا الجهاز الصغير. وتفاجأ تازوكا انه كان يصمم لعبة مشابهة للعبة زلدا، مع العلم لم تكن اي نية لنينتندو ادخال سلسلة زلدا الى الجيم بوي، ولكن موريتا كان يستمتع بالتصميم فقط. وهنا قرر تازوكا الانضمام معه للمشروع، في الاساس كان غير رسمي وسري. وبعدها واحد تلو الآخر من موظفين تطوير نينتندو انضموا للمشروع، حيث كانوا فريق ما بعد الدوام الرسمي لمناقشة وإضافة أفكار جديدة للمشروع، في الأساس كان غير رسمي وسري. ومع قلة الخبرات في التعامل مع تصميم لعبة على جهاز الجيم بوي، إلا أن النتائج الأولية كانت مبهرة للجميع، لدرجة قرر تاكاشي تازوكا عرض المشروع إحضار لعبة زلدا للجيم بوي للإدارة العليا لنينتندو، حيث تم الموافقة عليه وتم إعطاء الفريق التطوير عناصر إضافية للتصميم على جهاز الجيم بوي طبعا. ولكن في ذلك الوقت كانت الفكرة هي إحضار نسخة Link to the Past للجيم بوي، ولكن مع الوقت في التصميم تازوكا وفريقه وجدها فرصة لإضافة أشياء وخصائص وقدرات جديدة داخل هذه اللعبة. اللعبة حصلت على شكل وشخصية جديدة مستقلة، والشكر يأتي هنا طبعا للمشروع الغير رسمي
وكان المشروع بعيدا عن شيغايومي ياموتو، وهو يعتبر مؤسس ومصمم لعبة زلدا، حيث كان مشغول في شيء آخر في ذلك الوقت ولم يعطي أي أهمية للمشروع مع فريق المشروع السري. قام فريق بالتصميم جزيرة جديدة كليا للاكتشاف مع حذف 3 أشياء أساسية للعبة زلدا، وهي عدم وجود الأميرة زلدا وأيضا الشرير غانون وعالم هايرو. وأيضا تزوكا الذي كان يقود المشروع في ذلك الوقت كان معجبا بمسلسل توين بوكس، حيث يحتوي المسلسل على شخصيات ذات قوة خارقة وأحلام خرافية غير قابلة للتصديق، وطلب من الفريق إحضار فكرة مشابهة وخارجة عن المألوف في اللعبة. The Legend of Zelda Link's Awakening هي نتائج جهد فريق المشروع السري، وأيضا على شخصين لهما كل الفضل في قصة وتصميم اللعبة، وهما كانسكي تانابي ويوشياكي كوزومي، حيث أن تانابي الذي عمل على لعبة ماريو مثل الجزء الأول والثاني وأيضا على إصدار زلدا Link to the Past كان مهووسا بقصة جزيرة يتوسطها جبل عليه بيضة كبيرة تهدد نهاية العالم. مع هذه اللعبة تسنى له إضافة هذه الفكرة الإبداعية في اللعبة. وأما يوشياكي كان في الأساس ليس مهتما في الألعاب الفيديو، وكان حلمه أن يصبح مخرج أفلام شهير، ولكن بعد تخرجه حصل على عمل في نينتندو واستفاد من خبرته في الإخراج، وكانت أول مهمة له رسم الشخصيات وكتابة قصة خاصة في Link to the Past، وكانت لعبة Link Awakening أول لعبة أن يصمم القصة كاملة من الصفر، حيث استفاد من خبرته في الإخراج وصمم لنا قصة جميلة مليئة بالتفاصيل والأحداث الخرافية. حيث تبدأ برحلة عودة لينك إلى هيرو بعد رحلة تدريب طويلة، وذلك بعد هزيمة غانون، حيث في اعتقاده أن الشر يعود دائما للانتقام وأن عليه الاستعداد لهذا. لا نحرق القصة أكثر، وشرحت بدايتها سابقا، حيث عليك حل الألغاز المتعلقة عن سبب تواجد الجزيرة التي ستتعجب بها، ولما هذه الوحوش، ومن هم الشخصيات الموجودة عليها وغيرها. الكل كان لديه بصمة في تصميم اللعبة. على سبيل المثال مصمم كازوياكي موريتا كان يحب الصيد، حيث تم إضافتها في اللعبة، وأيضا تعتبر أول مهمة صيد جانبية في عالم زلدا. أما كانسكي تانابي صاحب فكرة إعطاء جوائز في حل كل مهمة جانبية، حيث ستجد خلال رحلتك عن مواد تقدمها لأهالي الجزيرة، وستحصل في المقابل على أسلحة قوية ستساعدك على قتال الأعداء داخل اللعبة. وأيضا قام الفريق أخيرا بفكرة دمج المواد، الفكرة التي تم رفضها في المشروع زلدا سابقا، وصار بالإمكان للبطل لينك أن يدمج القنبلة مع السهم ليطلق سهام متفجرة. وليس هنا فقط، حيث قام المطورين اللعبة بإدخال شخصيات من عالم نينتندو في اللعبة، بعضها كان بأسلوب مخفي مثل تشين شابس وغومبلز، مستر رايت من سيم سيتي، لويجي من سوبر ماريو، يوشي، كورونا بلانت، برنسس بيتش، شيغاي ووريورز من سوبر ماريو 2، وحتى كيربي. وليس هنا فقط، حيث بعض المراحل كانت تحتوي على أسلوب مشابه لأسلوب لعب ماريو. حين تم سأل المطورين عن ذلك قالوا بما أنها لعبة صادرة على الجيم بوي فلا مانع من تجربة ذلك داخل اللعبة. أما التصميم الموسيقي الرائع والمبهر في اللعبة، أغلب مقاطع هذه اللعبة أصبحت أيقونات للعبة زلدا، وفي الأخير حتى شيغايومي ياموتو انضم للفريق كمدقق للعبة ومجرب لها. اصدرت اللعبة في 1993 في اليابان، وفي أغسطس نفس العام اصدرت في أمريكا، وفي ديسمبر اصدرت في أوروبا. لن تمتهي هنا، حيث في 1998 اصدرت نينتندو جهاز الجيم بوي كلر الملونة، حيث يعيد اطلاق اللعبة باسم Link Awakening DX مع مراحل إضافية وأيضا خاصية الطباعة التي صدرت على جهاز الجيم بوي في ذلك الوقت، مع مفاجأة اصدرتها نينتندو للجميع. والغير متوقع عمل ريميك للعبة على جهاز النينتندو سويتش، مع العلم أن النسختين التي صدرتها على جهاز الجيم بوي بيعت أكثر من 300 مليون نسخة. هذه كانت قصة تصميم هذه اللعبة، حبيت أعرضها لكم مع هذه المراجعة ليبين لكم سبب تواجد شخصيات نينتندو الشهيرة في هذه اللعبة بالذات.
دعونا نرجع لمراجعتنا لهذه اللعبة. إليكم ما لم أكن أتوقعه في هذه اللعبة. هذه النسخة هي نفس اللعبة التي صدرت قبل 26 سنة، تحتوي على إضافات بسيطة جدا لا تحسب. أنا لم أطلب ريميك كامل اللعبة مثل ما يعملون في فاينل فانتسي 7، ولكن مهلا، اللعبة لا تحتوي على عيوب فلن تحتاج لإصلاحها أصلا. لقد استمتعت بالموسيقى التي أعيد ترتيبها كثيرا في هذه اللعبة، رغم أنني أفضل موسيقى الجيم بوي القديمة. تصميم الجرافيك في اللعبة أعطى جمالية للطيفة بطريقة غير متوقعة في هذه اللعبة بالتحديد. إنه الأمر رائع أن ننظر إليها مع شخصيات تشبه الدمية، على الرغم من أن هناك مشكلة واحدة مزعجة، وهي عند الانتقال بين المناطق أواجد انخفاض في معدل الإطارات بشكل واضح. هذه السلبية قد لا تحسب، ولكن لا يزال غير معتادا على نينتندو أن نجد هذه اللعبة بهذه السلبية، لأن اللعبة تعمل على 60 إطار بشكل ثابت في أغلب الأحيان. طريقة لعب اللعبة مثل لعبة زلدة القديمة من دون أي تغيير، بنفس الألغاز المعتادة وقطع القلوب المخبأة وغيرها من المقتنيات. والسحر هنا أن عدد الشخصيات المألوفة والأعداء المألوفين مثل جامبلز ومناطق البلاتفورم ثنائية الأبعاد الفريدة لهذه اللعبة. في رأيي الشخصي فإن اللعبة عبارة عن نسخة مطورة من اللعبة القديمة. لا يسعني إلا أن أشعر بالحنين للماضي وأنا ألعب هذه اللعبة. نعم، لم يضف الكثير من حيث البحث والقصة، مجرد طور مصمم الخرائط، وهذا إضافة جميلة ورائعة في اللعبة. كمان يتحكم بشكل أفضل في مواكبة العصر وغيرها من إضافات الطفيفة الغير محسوبة. بشكل عام أنا سعيد تماما بهذا الريميك، فهي لا تزال تحمل سحر لعبة دام 26 سنة. أنا متأكد منهم سيصلحون في نهاية المطاف السلبية الوحيدة التي صادفتها، وهي انخفاض الإطارات. أنا استمتعت مع كلاسيكية الخالدة التي ستذكر كل من جربها على جهاز الجيم بوي، وأيضا ستعجب اللاعبين الجدد للاستمتاع بها. تقييمنا للعبة 8.5 من 10. أتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا دعمنا من خلال نشر المقطع والزر والضغط على زر اللايك وعمل سبسكرايب إذا كنت ما عامل سبسكرايب. سنوفر مراجعة باللغة الإنجليزية لهذه النسخة. الذين يحبون المراجعة باللغة الإنجليزية انتظرونا في القريب العاجل، سنوفر مراجعة لهذه اللعبة باللغة الإنجليزية. نشوفكم في مقطع ثاني، مع السلامة.